قبل ما نبدا الفقره عايزه اشكر مؤيد اليوم شكله السلطنه عاليه. زي يو عارف تحيه للفنان محمد الجزار. والمدحه دي يعني اخذت راو ما عادي، يعني استمعنا لها باصوات اجنبيه من خارج القطر، جنسيات مختلفه. وقت كده كانت ترند على السوشيال ميديا يعني. صحيح، وحتى لحن المساء ايضا. ايوه شيخ مهيات لحن المساء ايضا الرحمه المغفر الاستاذ عثمان الشفيع برضو كان من، يعني اليوم يدللنا كويس. ان شاء الله دائما مودك في العالي. نختم بالرياضه والعاب الدفاع عن النفس والكاراتيه. الكاراتيه تحديدا مليون قس، وكل يوم جاييننا بتسميه جديده وما اعرف الحركات الجديده. علاقتك كيف بالعاب الدفاع عن النفس؟ والله حسب ما بقدر دافع بوز عن نفسي طبعا، يعني ما متطور فيها، لكن الواحد اذا تعرض ما لا في قدر الله احترافيه لاي حاجه بيقدر يعني يقاوم بقدر الاستطاعة يعني. لكن شكله انت بعيدة منها. لا انا والله كنت معاه، لكن التحديثات دي دكتور اسهري، انا ما اعرف دكتور اسهري بشير له تحيه، هو ضيفنا ومنورنا. والتسميات الجديده بعيده عننا بصراحه، خلينا اهل الشان يحدثون عنا. هلا أنا بك. أول سعيد جدا جدا بهذا المساء الجميل، بوجودكم الطيب والأنيق، وسعيد أكثر يعني. والحاجة اللي التمست لها واستمعت لها قبل شوية وتكلمت عنها كشف اللي هي القوم. المدحة. المدحة دي يعني احنا طبعا بنربطها في الرياضة بالجانب الروحي، وبتربطها مباشرة بنربطها برياضة الكاراتيه. أصل رياضة الكاراتيه نشأت بالنشأة الروحية والعقدية والدينية، وبدأت في جزر الهيمالايا في الهند، وكان العابد أو الراهب بوذا دارما يتعبد في الغابة على مدى 40 عاما. وفي أثناء فترته ال40 عام في الغابة بدأ يتقلد أو يقلد حركات الحيوانات للدفاع عن نفسهم كان في تلك الفترة. بيناتهم، هو بدأ يقلد هذه الحركات ويشاهدها ويطبقها عمليا. فالمسألة دي عملت معه اكتساب بدني وقوة بدنية هائلة جدا جدا، خلته يبقى قوي جدا جدا، وعنده فترة يقعد يقدر يعبد في 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 الخلوة أكثر من ساعة، 3 ساعات، 5 ساعات متواصلة. حتى لو تفضل واصل. فالحاجة ده أقول أربطها ليك بالمدحة دي. المديح ده هو في الخلوة طبعا عنده من نوبة الذكر، فأثناء الذكر بيكون في طواف حلقة. الحلقة دي هي نوع من الحركة، والحركة دي هي دائما هي نوع من الرياضة لإكساب الجسم القوة والرشاقة والتحمل للعبادة والقعود الطويل لما نيجي في السبحة والدواية. فبالتالي يعني حتى العبادة محتاجة لقوة كده، أيوة، قوة بدنية. فده الربط هنا بتاع الرياضة بتاعتنا بتاعت الكاراتيه مع الجانب الروحي، فجات مع بعض في المدح الحسن. يعني هسه الزمن ده زول ضعيف كده ما بيقدر يتعبد كويس، نعم تقول لي قوة يعني. فعشان كده بتشوف الناس العباد والصالحين دائما تلقين قوة شكيمة، أجسامهم نحيفة لكن عندهم قوة بتاعت شكيمة عالية جدا. بنقول يا الله قوة روح. يا الله. ولو ملاحظ حتى يعني الرياضات الأخرى والأقسام الأخرى والنافراي واليابانيين وديل بتعتمد القوة البدنية أيضا على القوة الروحية. يعني الواحد هم طبعا أنا ما عارفة مدى صحة الموضوع، لكن بيسافروا عبر الزمن والتخاطر عن بعد، وممكن واحد يقفز على الهواء، دي كلها من الجانب الروحي أكثر من الجانب البدني. صحيح. يبقى القوتين ما بينفصلوا عن بعض. نعم بالضبط. نومشي؟ النومشي هي إيه كاراتيه، هي مدرسة من مدارس الكاراتيه جديدة؟ لا قديمة جدا جدا، وهي يابانية الأصل، والكاراتيه كلمة يابانية ونشأت في جزيرة أوكاناوا في اليابان. وبدأت الكاراتيه الحديثة بدأت عام 1917، لكن هي كان من قبل، من 1700 قبل الميلاد كانت الكاراتيه تسمى، كانت آنذاك فنون القتالية أو الحربية، الفنون الحربية. ثم بعد ذلك تطور إلى فنون الدفاع عن النفس. طبعا بعد الإمبراطورية اليابانية انتهت، اليابان طبعا كانوا مستعمرين الصين وجزر منطقة شرق آسيا وغيره وغيره، فبدأت هذه الكاراتيه أثناء غارة مجموعة من حرس الإمبراطور لأخذ الجباية بالقوة من بعض القرى والضواحي في مناطق الصين. فانهالوا عليهم مجموعة الذين كانوا يمارسون الكاراتيه، انهالوا على القوات المداهمة للمنطقة فاقتالوهم أو ضربوهم ضرب مبرح، منهم من هرب ومنهم من يعني. فوصل الأمر إلى الإمبراطور، فقالوا للإمبراطور في ناس شغالين بيضربوا لكن ما عندهم أي سلاح، شغالين باليد. فبعد ذلك ظهرت، فأصبحت كلمة الكاراتيه كارا تعني اليد، تي الفاضية أو الخالية، ودو تعني القوة والوحدة. يعني الفلسفة ذاتها بتاعت الكاراتيه هي الأصابع الخمسة تتجمع بتعمل بعد كده هذا الأصبع يكون هو الرابط، هذه الإبهام قوة الوحدة يعني. الوحدة القوة في الوحدة، يعني هي الأصابع متفرقة ثم اجتمعت فأصبحت هكذا. كلامك ده رسالة
كبيرة يا دكتور ايوه أسلم، عميقة الفن والقوة دايما بتكون في الوحدة في يعني. الوحدة. طيب واضح من زمان ارتباط الكاراتيه بالجانب الروحي زي ما قال السهام، نعم لأنه زي ما أنت تفضلت نومشي معناته العودة للجذور يعني. نعم فالقتال والدفاع عن النفس ارتباطه بالعودة للجذور، نعم فشنو الرابط ما بين الكلمتين دي؟ ليه جات كاراتيه نومشي تحديدا؟ الرابط هو العودة للجذور التقليدية، بمعنى أنه يعود الإنسان إلى السمو الروحي والنفسي والبدني، بمعنى يكون إنسان بعيد من المشاكل مسالم، بل تكون هذه الممارسة الرياضة الكاراتيه هي نوع من الرسالة اللي بتقوم بتأديها في المجتمع. يعني مثلا ممارس الكاراتيه ما شرط يعني يظهر بالفتوة اللي بيقولوها الجماعة، لكن هو بإنسان بيكون قوة الشكيمة والعزيمة وبيساعد الضعفاء، والرجل يعني عنده حاجات كثيرة جدا بيكتسبها من خلال هذه الممارسة. وزي ما تفضلت جبال، لأن الممارس بتاع الرياضة مربوط بالروح، دائما الإنسان بتاع رياضة الكاراتيه في الجانب التقليدي اللي هسه في النوميشي بيقولوه أنه يرجع للأصول. ليه يرجع للأصول؟ يعني تنزوي بعيد من الناس، تاخذ لك فترة بعيدة تقعد مع نفسك، تراجع نفسك، او بعد التمرين مثلا تعمل حاجات معينه خاصه، وهكذا دي بتبني لك او تكمل لك الجانب الروحي والنفسي. فبالتالي بتكون انت انسان طبيعي، انسان عندك بعيد من الامراض والمشاكل وهكذا. ما ننسى انه اهم قواعد الكاراتيه او العاب الدفاع عن النفس هي في انه القوه لحمايه الجميع، وليس انك تفرض سيطرتك على الجميع او تتباهى بها، بالعكس دائما بيكون هو واثق من قوته بيستخدمها للخير اكثر. دي الأخلاق الأولمبية اللي بيربى بها كل الرياضيين. خلينا نرجع للنومشي وعن القسم ده تحديدا من أنواع الكاراتيه بالسودان، وصلت وين ونتعرف عليكم أكثر. الكاراتيه هي زي ما قلت هي دفاع عن النفس، فلسفة الكاراتيه هي الدفاع عن النفس، تدفع الشر من نفسك. يعني إنسان بيجيك بالسكين أو بالعصا يحاول أن يقتلك، أنت تتفادى هذه الضربة أو هذا، تدفع الضر أو الشر منك وتبعده، يعني ما تمشي تعتدي أو تحاول تقتل او لا. انا بعني القسم قسم النومشي نفسه في السودان، عندكم اتحاد بديتوا 200 كذا أيوة. يعني نعرف عليكم. الكاراتيه نومشي بدات من عام 2004 دخلت السودان، وكانت الاسباب نحن في هي كانت واحده من اللجنه من داخل الاتحاد العام السوداني للكاراتيه، وانا منضوي فيه ذات في الاتحاد العام السوداني للكاراتيه نفسه في لجنه الحكام يعني. بالاتحاد الافريقي ذاته، و قمنا علاقاتنا مع اليابانيين في مشاركتنا معهم، أدخلنا هذه المدرسة لأنها تختلف من المدرسة الأم الكبيرة أو الرئيسية في الجانب المباريات الأبطال، لأنه النظام بتاع الكاراتين ومشي هي تقليدية، واليابانيين ما دخلوا بها الأولمبيات. ليه؟ لأنه بيفتكروا دخول الكاراتيه في الأولمبيات بتكون فيها الجانب بتاع القلة أو القيمة بتاعتها، يعني في ده شغل تكنيكي يعني فني. ففي الرياضي في الاولمبيك مثلا جيم في نظام بتاع التشويق، يعني نظام المباراه 3 دقائق او تصل الى 3 دقائق، لكن في الكاراتين ومتش دقيقه واحده، ضربه بسموها الضربه القاضيه الحاسمه، لكن هناك في نوع من التشويق وفي نوع من الاثاره وفي نوع من هناك. فاليابانيين بيقولوا انه المساله دي ما محببه بالنسبه لهم، لانه بتخلي الكاراتين من المحتوى بتاعها الاصلي او الحقيقي. يعني انت لو ضربت معناها تضرب، ما تعمل زي ما بيقولوا هزار او تعمل حاجه بتاعت هبيش هبيش زي ما بيقولوا الجماعه. ضربه يعني ضربه غلط، ضربه معناها ضربه في دقيقه واحده. فبالتالي هم قالوا الانسان بتاع الكاراتيه هو خطر جدا، بشكل خطوره، لانه اليد بتكون مثل يعني زي السكين او زي العصا، تصبح في اثناء التدريب بتكون هي سلاح. فبالتالي يعني ممنوع باتا انك تحاول تخش في المساله بتاعت الحراك والمشاجره والهنا في المساله بتاعت الكاراتيه او تستخدم الكاراتيه. طب الاختلاف وين من الكاراتيه التقليدي والاقسام الاخرى؟ الاختلاف بيجي في مساله التحكيم، في مساله الاسلوب. يعني نحن بندرب اللاعب الطفل الصغير على الاداء القتالي القوي. في الرياضي ممكن تدرب اللاعب تدريب بتاع مباريات خفيفه، يعني يشتغل شغل خفيف حركات كده كده عشان ياخذ بال نقطه ويطلع يفوز بس لنا. لكن احنا بنعمل عمليه التربيه، نبني البناء البدني والبناء النفسي والبناء الروحي، ثم بعد ذلك نجي للتنافس. يعني 4 مراحل. الرولز بصوره عامه نفس القواعد الرئيسيه اللي هي الاحزمه والدانات وكذا، ولا نفسها في لكن الفتره الزمنيه بتاعت التدريب تختلف. يعني انا زي ما قلت لك ذاك نظام تجاري، يعني احنا عندنا الفتره المفروض من الحزام الابيض هي 7 الوان زي الوان الطيف، 7 الوان او 7 احزمه، الابيض ثم الاصفر والبرتغالي والاخضر الازرق ثم البني فالاسود، فهي الوان الطيف 7. فالتدرج بتاع الاحزمه بيختلف فتراته بتكون مختلفه.
في الرياضي بتاخذ مثلا الان هي الفتره بتاعته 6 شهور، لكن عندنا بعض الناس ياخذوا 3 شهور. في ال3 شهور احنا بندي في الفتره بتاعتنا سنه او 6 شهور. في السنه او 6 شهور عندنا جانبين، عندنا الجانب البدني والجانب الاول الجانب النفسي والتربوي، ثم بعد ذلك الجانب البدني الاعداد البدني، ثم بعد ذلك الجانب التكتيكي للمباريات. يعني اختلاف النومشي تحديدا من الكاراتيه الاخر انه بيعمل على التنشئه اولا، بناء اذا كان جانب روحي او جانب كده يعني. بالضبط. طيب خلينا نتعرف من خلالك بشكل مباشر عن اللاعبين، يعني الضوء بعيد منهم طبعا، هم بعيدين من الضوء. والحاجه الثانيه حتى الكاراتيه النومشي احتمال يكون الناس اول مره يسمعوا به يعني، فعايزين نعرف اللاعبين المشاركين هل في ناس بيشاركوا، هل في تأهيل للاعبين بشكل ينافس به في الغاليم المحليه مثلا او العالميه؟ نعم. ولا نحن لسه بعيدين من موضوع المشاركات ده يعني؟ نعم، نحن بدانا في العالميه في الكاراتيه النوميشي من خلال الرياضي نفسه من عام 2004 مباشره للعالميه. يعني نحن استفدنا من القاعده الموجوده في البنيه الموجوده من الاتحاد الكاراتيه الرياضي السوداني، فطوالي دخلنا في العالميه مع الكاراتيه النوميشي ما كان في صعوبه في المشاركه. فالآن نحن شاركنا في حوالي 6 بطولات عالم مستوى السودان. السودان شارك في 6 بطولات عالم، 2004 و2007 في اليابان، و2009 في النرويج، وفي النرويج حققنا فيها ميداليتين، واحدة فضية وواحدة برونزية. وفي اليابان أيضا في عام 2015، وأقصد عام 2013 في الدنمارك، ثم اليابان 2015، وآخر بطولة كانت 2019 في طوكيو شاركنا فيها 13 لاعب. طيب يا دكتور معلش المقاطعة، انجازات زي دي انتم بعيدين من الاعلام يعني، الميداليات في انت بتتكلم عن دول عالمية يعني، وميداليات هي ما ميداليات بعيدة، لا برونزية تتكلم عن الفضية، ليه انتم بعيدين من الاعلام يعني؟ لا بالعكس ظاهرين والله، يعني عندنا حضور كبير في الاعلام، لكن للاسف الشديد ان احنا في الاعلام السوداني موجه الكاميرا موجهة دائما على اتجاه معين في كرة القدم. حسي البلد دي بعد ده خلاص هتوجه البلد بلدكم بعد ده خلاص المره الجايه الحركات اللي بيعمل فيها ابراهيم دي التقليديه صح من خلف الكواليس ما نمشي. عيده ثاني عيده شكلها تقليديه ده رياضي ما تقليدي. لا هو والله نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله، واكيد نحن ابوابنا مشرع عليكم في اي لحظه. نعم، وهي قناة البلد وقناة كل الناس وشراكة ذكية. نحن طبعا نضيف لك حاجة معينة، نحن عندنا طبعا اتحاد، الحمد لله أسسنا الاتحاد في 6 ولايات، جنوب كردفان، شمال كردفان، جميل، والنيل الأبيض، والجزيرة، والخرطوم، والآن ماشيين على بورسودان ودارفور يعني الاتحاد بتاعنا. وقبل 3 أو 5 شهور عملنا جمعية عمومية لاتحاد الكاراتيه في ولاية الخرطوم، وبكرة عندنا افتتاح للبطولة رقم 6 في ولاية الخرطوم للكاراتيه ومشي الزمان والمكان في قصر الشباب والأطفال من يوم الجمعة والسبت من الساعة 8 مساء إلى الساعة 7 لكل الفئات من عمر 7 إلى 15 سنة. لا نحن ما راضين يا دكتور جايين لكم، لأنه صراحة الوضع بيقى أي واحد يفتقني ده جايين للكبار في رمضان، دارين مساحات أكثر يعني. معنا بنات للمناسبة معاكم لا لازم، وإلا حنقوم بثورة يعني، ما ناقصين ثورات. لك التحية وإن شاء الله موفقين. إذن الجمعة والسبت من 4 إلى 7 مساء بقصر الشباب والأطفال بطولة الكاراتيه النومشي تحديدا، دعوة للجميع. دي آخر فقراتنا اليوم، وإن شاء الله نلتقي في مساحات أوسع. شكرا دكتور أسهري بشير، وشكرا لكل اللي تابعونا، شكرا الحسن، شكرا إبراهيم، استمتعت بالحلقة الأولى معك يعني. نلتقي إن شاء الله الأسبوع القادم إن شاء الله.